هاي محطة انطلاق على مستديرة الكولا، هاي أقدم محطة انطلاق على كل محافظات لبنان تقريبا من سنة 78، كانت بمبادرات شخصية بالماضي أول أحداث بعد ما سكر سياحة البرج، رجعنا نظمنا حالنا عبر نقابات، وهذه المحطة نحن بنقوم بتنظيم عملها كسائقين، كتنظيم أدوارهم، تقديم مساعدات للناس وين بده يطلعوا كيف بيطلعوا. بدي اسالك انت حتمشي بالاول؟ لا في باص عم بيطلع. اوكي ثانك يو. بدي انزل من هون على الجامعه اللبنانيه الحدث، كيف بدي انزل؟ من هون ما في دغري، بدك تروح من هون على شميس خارج خيل او على جري سمعان، وتروح من هونيك يا باص شوي فات او تروح الرقم 4. بالنسبه لموضوع الباصات بعرف انه هي بهالمنطقه بياخذوها، بس وقت بجي ما بشوف في ارمه مثلا محطوط مواعيد او محطوط ارقام الباصات بشكل عام، او كل باص لاي منطقه بوصل. موضوع صار بضيع، مثلا بروح لقدام بقولوا لي هي لورا، ايه بقى هي كانت مشكله يعني. من سنين والنقابات اللي شكلها السائقون واصحاب الباصات عم يحاولوا ينظموا حالهم لتكون المواقف المتعدده تحت جسر الكولا وبمحيطه قادره على استقبال اعداد كبيره من الركاب، الا انه هالمحاولات ما قدرت تتعوض عن غياب الدوله وتحسس بعض الركاب بالامان. بجولتي قابلت اشخاص كانوا اقل حظا من نغم ومارك. طلع على راس المتن سلم بالتسعة الصبح ناطرة هون، والبوسطة ما بتمشي للساعة واحدة ونص، والنصبية بدها تفوت على الحمام ما في حمام، يعني كتير هالقد بيضايقوا البنات مثلا بالباص، وكمان اوقات مثل ما قلت لك يعني بيكون في ناطرة، يعني تكون انت مضطرة تطلعي بباص او بسيرفيس كمان الباص بده ناطرة. فبنفضل نطلع بسيرفيس حتى لو كان اغلى يعني، بس انه المهم نوصل ب بحس حالنا مرتاحين، عرفتي كيف؟ عن اسباب فشل محاولات التنظيم حكينا مع مسؤول باتحاد النقل البري، وكان واضح لمين بيحمل المسؤوليه. نحن الدوله مقصره بكل شيء، الدوله نحن مش طالبين منها شيء الا بنيه تحتيه، يعني اقل ما في اليوم في سبونات، في نسوان، في طفاله، في جيش، في كله بيطلع من هون. بنية تحتية، يصير في نظافة، يصير في مي، يصير في واحد إذا تشرق يشرب، إذا عرق يغسل وجهه، ما في، هو كله مش موجودين، يعني هودي أبسط مقومات الحياة مش موجودين. لما طلعت التعرفة كل ما فيش توازن بغلق المعيشة والمعاش رح نضل هيك، عم نرجع لورا صراحة. بس كان ملفت إنه مظاهر الفوضى تحت الجسر بيشوفها البعض أرحم من تدخل الدولة للتنظيم. نحن نشتغل على موقف إقليم الخروب. إقليم الخروب بينزل منه 15 باص مقسومين كل نص ساعة باص من ال 11 لل 6. نحن هم متفقين بين بعض، كل واحد بيعرف دوره أنتين، وكل واحد بيعرف أنتين بيطلع. طبعا في جدول نحن عاملينه بين بعض. وهون كان لابد من البحث عن سبب ترك هالمحطة لمصيرها، فتوجهت لمقابلة مسؤول بدائرة السير ببلدية بيروت. سببها أنه نحن بوضع استثنائي، يعني كورونا، تسكير، ما في مصاري، ثورة، كل الفانات 90% من الفانات مش مرخصة، عم نحاول نتعاون نحن والشرطة تنرخصها تنقمع المش مرخصين. في مشكلة كبيرة، بيجيك التدخل من الأحزاب، بيجيك التدخل من كتير فئات، إنه حرام بده يعتاش الزلمة عنده هالفان مستأجره أو شوفير عليه أو شيء، يعني هاي وضع كتير كبير إنه عم بيأخرنا نقدر نطبق النظام على هالشيء. هلأ عم نحاول، بعتنا للشرطة تقدر تحصر لنا الفانات اللي عم بتصف، لأن نحن ما عنا صلاحية إن نفوت ساعتها. بهالطريقة نقدر نحن نحدد الفانات المضبوطة اللي لازم تطلع، ليه لازم تضلها هونيك صافي. بين الوعود والدراسات اللي ما تنفذت وإلقاء اللوم على الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، بعد محطة جسر الكولا متروكة هي وباصاتها وسائقية وركابة
لمحاولات اللي ما بتخلص للتأقلم مع الفوضى.